خلينا ننتقل شوي الآن إلى فرنسا. فرنسا أصبح لديها رئيس جمهورية جديد، هو إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية تانية. خلينا ينضم إلينا عبر الزوم المحلل السياسي طارق وهبي. مساء الخير أستاذ طارق. مساء النور مدام دعاء. السؤال الطبيعي، ماكرون هذه المرة أخذ بحدود 58% من الأصوات، مارين لوبين أخذت 42.4% من الأصوات، ونسبة الممتنعين بحدود 29%. برأيك اليوم ما هي أسباب هذه النتائج؟ ليش ماكرون فاز بالانتخابات طالما هناك معارضة داخلية لسياساته الداخلية، خاصة الإنمائية وخاصة بالنسبة للوضع المعيشي والاجتماعي؟ يعني لا يمكن أن نفهم أنه 41% من الشعب الفرنسي هو يعني متطرف. اللي حصل بالانتخابات البارحة هو عبارة عن تعبير أن الفرنسيون يعني لا يريدوا يعني نوعا ما ما يسمى السياسة المتطرفة التي تتبعها الرئيس السيدة مارين لوبين. أكثر من ذلك، الرئيس ماكرون يعني حافظ ولو أنه بمرحلة معينة، إن كان في أزمة كورونا وحتى بعد أزمة سترات الصفر، إلى ما نسميه نوعا ما الخروج من هذه الأزمات بأقل الأضرار. إذن هذا الرجل الذي هو تكنوقراط بامتياز استطاع أن يعبر بهالخمس سنوات لكي يوصل فرنسا إلى، لن نقول إلى شط الأمان، ولكن العالم كله اليوم مضطرب بعدد كبير من الأمور، إن كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى أمنية. ولكن الذي حصل بفرنسا هو تعبير واضح أن الفرنسيين أرادوا أن يرجع الرئيس ماكرون إلى منصبه. صحيح هناك من صوت ضد السيدة مارين لوبين، ولكن بنفس الوقت من عام 2017 كان هناك أيضا نفس التصويت. الآن هو عليه أن يعتمد على هذا التصويت لكي يطور نفسه أو يطور حزبه أو حتى يطور طريقة التعاطي مع الفرنسيين، لأن فرنسا بحاجة لكي تعبر إلى القرن 21 بطريقة ما، لأنه هو هذا الشاب الذي وصل إلى الرئاسة والذي استطاع أن يكسر الأحزاب التقليدية وأن يغير في النظام الفرنسي. عليه أن يكمل هذه المسيرة وفق الثقة التي أعطاه إياها الفرنسيين البارحة، وأن يعبر يعني لاحقاً، لأنه المشكلة الموضوع الآن انتهينا من الرئاسة، القادم هو الانتخابات التشريعية ب 12-19 حزيران القادم، وهذا موضوع ثاني. عليه أن يكون هناك حوله ائتلاف، وهذا الائتلاف الذي سيبحث عنه إن كان من اليمين وإن كان من اليسار. أستاذ طارق وهبي، هل سيستطيع ماكرون الحصول على أكثرية برلمانية تخدم برنامجه؟ يعني رح يقدر حدا يدعمه بهذه الطريقة أو لا؟ أنا باعتقادي الرجل تعلم كثيرا بالمفهوم السياسي وكيفية إدارة الأمور على يعني بالمواقع، بالمدن، بالقرى، بالضواحي. تعلم الرجل لأنه لا يملك أي منصب بالمفهوم السياسي قبل قدومه كرئيس جمهورية. إذن هو تمرس في الخمس سنوات التي وصل يعني إليها سابقا من 2017 إلى 2022، وهو الآن يستطيع أن يشكل نوعا ما هذه الأغلبية. البرلمان الفرنسي 577 نائب، يعني الأغلبية المطلقة هي 289. أنا باعتقادي يستطيع أن يشكل هذه الأغلبية، أكيد مع الائتلاف الأحزاب، لأنه ليس فقط لريبوبليك أوماش اللي هو الجمهورية إلى الأمام، ولكن معه المودام الحركة الديمقراطية، ومعه أجير حزب أفعل، ومعه حتى الحزب الراديكالي اليميني. يعني عنده ائتلاف أحزاب تساعده في هذا الموضوع. وأيضا أنا باعتقادي قد يبحث عن أصوات ما نسميه اليمين التقليدي، يعني الريبوبليكان الجمهوريين أو حتى الاشتراكيين الذين هم أساس، يعني إن كان الريبوبليكان وكان الاشتراكي السوسياليست هن أساس الحزب تبع ماكرون اللي هو الجمهورية للأمام. يعني ممكن هو يبحث عن ائتلاف جديد، وهذا الائتلاف الجديد قد يوصله إلى 289 نائب، ولكن ليس بالسهل. يعني أنا أؤكد لك أنه اليوم السيدة مارين لوبين التي يعني في البرلمان الفرنسي حاليا هي لديها فقط 7 نواب، وكانت في 2017 يعني وصلت إلى نسبة مهمة فوق 35%، ولكن لم تستطع أن تصل
إلى أكثر من 7 نواب في البرلمان الفرنسي. ممكن هذه المرة تستطيع أن تصل إلى أكثر من 20 نائب، ولكن هذا ستعتبره هي نصرا، ولكنه ليس بالسهل. زد على ذلك أن اليسار الراديكالي الذي هو ممثل بالسيد مينانشون ليس سهل، بمعنى أنه اليوم السيد مينانشون يدعي أنه يريد من الفرنسيين أن ينتخبوه رئيسا للحكومة، وهذا يخالف كليا دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية، وهذا قد يأكل أيضا من أصوات ما نسميه اليسار التقليدي واليسار، إن كان الحزب الشيوعي أو حتى بعض الأحزاب الشيوعية الراديكالية. طيب استاذ طارق وهبي، كيف تفسر نسبة الممتنعين بفرنسا في هذه الانتخابات عن التصويت؟ يعني ليش بتعتبر ان بيعتبروها نسبة جدا كبيرة وستؤثر ايضا على المستقبل السياسي في فرنسا؟ نسبة العزوف بفرنسا على يعني نوعين، في النوع اللي بيقول انه انا ما بدي اشوف يعني مرة تانية ماكرون وملوبان، يعني هذا يعني العراق الجديد القديم ما بدي اياه، لذلك في ناس لم تذهب ولم تصوت. هناك ايضا ناس تقول ان هذه السياسه بعيده عن ايصال ما نسميه حلول في المجتمع، وهذا كان يعني كثير مهم وشفناه بما حركه السترات الصفر، لانه بالنهايه لم يصل الى شيء حقيقي او شيء ملموس في 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 طريقه التعاطي في الجمهوريه. لذلك موضوع العزوف او عدم الامتناع عن التصويت بفرنسا، سيدتي هذه يعني الانتخابات الرئاسيه هي الانتخابات التي يذهب الفرنسيين اكثر، الانتخابات التي يصوت فيها الفرنسيين، يعني في الانتخابات الاقليميه لريجيونال اللي حصلت قبل كانت نسبه العزوف تخطت ال 42%، يعني كبيرة كبيرة جدا. لذلك أنا برأيي يجب أن نقيس الموضوع بالنسب، وأن نقول أن يعني صحيح أن عدد كبير من الفرنسيين لا يريدوا إعادة هذا الماتش ما بين ماكرون وبين لوبان، ولكن أيضا هناك أسباب داخلية لها علاقة بمفهوم الحاكم والمحكوم، بمفهوم الناخب والذي ينتخبه، بمعنى أنه في ناس فقدت ثقة بالسياسيين بفرنسا إلى مرحلة أنهم قالوا علينا أن نكمل، بمعنى أن نهتم بحياتنا وأن لا نذهب لننتخب أناس لا يعطونا أو لا يصدقوا بوعودهم. فشل لوبان في محاولتها الثالثة للوصول إلى الرئاسة، هل ستكون الأخيرة؟ هي قالت أنها ستكون الأخيرة وتراجعت عن ذلك، رأينا في خطابها البارحة أنها تريد أن تكمل مسيرتها السياسية وأن تكون على رأس يعني الانتخابات التشريعية. أنا باعتقادي السيدة لوبان هي كوالدها، يعني هي حركة سياسية لها علاقة بالتطرف السياسي في فرنسا، أرادت أن تكون نوعا ما أن تظهر أنها كأنها تدافع عن الهوية الفرنسية أو حتى عن التاريخ الفرنسي، ولكن بالحقيقة هي لا تملك المواصفات التي تستطيع أن توصلها إلى مقام الرئاسة، كما يعني بعض الذين حاربوا في أوروبا بالتحديد بأحزاب يمينية متطرفة إن كان في إيطاليا أو حتى في هنغاريا. يعني في هنغاريا حاليا هناك يوجد رئيس حكومة السيد أوربان وهو من حزب متطرف، ولكن بنفس الوقت استطاع أن يتأقلم مع الاتحاد الأوروبي. أنا برأيي السيدة مارين لوبان حتى بكل مشاريعها وبكل حضورها يعني أصبحت إنسانية أكثر، يعني شيطنتها أوقفت بسبب وجود رجل مثل زيمور الذي كان أقصى منها في آرائه، ولكن لا تزال هذه المرأة غير قادرة أن تكون يعني نوعا ما قابلة أن تستقطب كل أصوات الفرنسيين، وأن يكون الفرنسيين قابلين أن تكون هي رئيسة للجمهورية لاحقا. أستاذ طارق وهبي، التحديات أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خصوصا بالنسبة للسياسة الخارجية، هل سيتأثر لبنان؟ كيف ستكون السياسة الخارجية الفرنسية؟ ما هي التبدلات التي ستحصل؟ أكيد لبنان في صلب المشروع السياسي الفرنسي، لأنه إن كان الرئيس ماكرون أو حتى مارين لوبان تكلموا عن هذا الموضوع في خطابات لهم. المهم سيدتي أن السيد ماكرون يركز على موضوع سادي، هو يريد
أن يوصل هذه الفكرة، يريد أن يعطي ايه شو الأموال التي رصدتها هذه المؤسسات الدولية والدول لكي تذهب هذه الأموال إلى مشاريع تنموية داخل لبنان. صحيح الجميع في لبنان يحاسب الرئيس ماكرون على طريقة تعاطيه مع ما يسمى يعني الطبقة السياسية الموجودة في لبنان، ولكن ماكرون يؤمن بالديمقراطية، وهذه الديمقراطية قد تعطيه يعني في انتخابات القادمة اللبنانية أفرادا جدد ممكن أو أفرادا قدامى لا نعرف. المشكلة أن كيف يتعاطى اللبنانيون مع فرنسا، وكيف فرنسا تستطيع أن تمرر المشاريع التي تريدها للبنان. رأينا مثلا موضوع المرفأ والمناقصة التي رست على شركة فرنسية، هذا لا يجب أن يعطل ما تريده فرنسا. ولنعود دائما إلى كلمة وزير الخارجية لودريون: ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم، بمعنى أن فرنسا لا تستطيع أن تفعل شيء إذا لم يكن هناك إرادة لبنانية في التغيير. شكرا للمحلل السياسي طارق وهبي، حدثنا مباشرة من باريس حول الانتخابات الفرنسية.